في المحاضرة دي هنتكلم وهننشئ مع بعض لوجن فورم أو لوجن سكرين من الصفر لحد ما نخلصها، ودي مفيش مشروع مش موجود فيه لوجن سكرين. المطلوب مننا إن احنا نعمل حاجة زي دي. ادي اللوجن فورم اهي، اما نعمل ران لللوجن فورم دي نختار تطلع لي لستة من الأسماء دي موجودة في الداتابيز. سمير مثلا لو دخلت له باسورد غلط هيقول لي نوت، يعني نوت دي يعني مش هيدخل الشخص يعني، او هيقول له تراي اجين، بس احنا هنتكلم فيها بشكلها المبسط. ولو دخلت في يوزر تاني مثلا منى وكتبت الباسورد سليمة يعني المرة دي وقلت له لوجن هيقول لي اوكي، يعني هيحمل الحاجة اللي منى هتروح الموظفة او الستيودنت منى مسموح له انه يشوفها. فدي اسمها لوجن فورم. هنمشي فيها خطوة خطوة وهنعملها بالتفصيل بالكود بتاعها مع بعض. ده شكلها وده شكل الكود اللي موجود تحت البوتن. هندي فكرة بس عنها الاول. فيو كود، الكود بسيط جدا. فكرة الكود ان انا هنشرح فكرتها الاول قبل ما نعملها. دي الاداة دي اللي هي تعتبر الكومبو بوكس، والاداة دي تكست بوكس، وده البوتن. المفروض ان ديت بتجيب الداتا بتاعتها من جدول فيه، يعني بنعمل عاملين كويري بتجيب الجدول، بتجيب الداتا بتاعتها من جدول فيه اليوزرز اللي بيستخدموا الداتابيز دي، وكل يوزر معاه في الجدول ده يوزر نيم. انا هنا مستخدم جدول الستودنت فحطيت له باسورد، وادي الاسماء اهي وادي الباسورد اهي. فهي بتعمل لما بنشغل بتجيب الداتا دي من الجدول ده. وهنا الشخص اللي بيشغل الداتابيز او البرنامج بيدخل باسورد من دماغه، هيقارن بقى. دي طبعا بيبقى ظاهر فيها حاجتين، يعني هو المفروض ان انا بعمل ران كده هلاقي اني الحاجة اللي ظاهرة محمد مثلا هنا، والباسورد مثلا اكتب اي باسورد. في الحقيقة دي المدخلات، لكن هنا المقارنة هتتم بين اليوزر نيم في الفيلد ده او في الكومبو بوكس ده. ظاهر حاجتين، يعني في حاجتين موجودين متضمنين معاه، الاسم والباسورد. بس الباسورد مش باينة، الباسورد مش باينة خالص، مخفية بطريقة ما هنتكلم عنها. فبيعمل مقارنة بين المحتوى ده والمحتوى اللي انا دخلته ده، والمقارنة دي بتكون نتيجتها بين هنا في الأسئلة اللي احنا في الكود بتاعنا. المقارنة ديت بتخزن القيمة بتاعت الكومبو، في بعرف سترينج بحط فيه قيمة الكومبو، وبعرف سترينج بحط فيه قيمة التكست بوكس. الحاجات دي الحاجة اللي عملنا لها سيليكشن، ودي الحاجة اللي عملها. وبعد كده بعد كده المتغير الاولاني والمتغير التاني بخزن القيم في المتغيرين. المتغير ده مي اللي هو الفورم بتاعتي، ده الاسم الكنترول بتاع الكومبو بوكس، والكولوم الاولاني خد القيمة اللي فيه. اساسا الكومبو بوكس فيه ماشي بكولومز، كولومز 0، كولوم اوف 1، كولوم اوف 2، كولوم اوف 3 حسب القيمة. هنا الكولوم ده اوف 1 ده هو اللي فيه الباسورد اللي هو مش ظاهر يعني، وهنا التكست بوكس العادي. هيقارن الاثنين دول اذا كانوا بيساووا بعض، المتغيرين دول اذا كانوا بيساووا بعض هيكتب اوكي، واذا ما كانوش بيساووا بعض هيكتب نوت واند اف وخلاص على كده. دي فكرته. تعال بقى نعمله خطوه خطوه. هنكريت فورم من الاول وجديد. هتطلع لي فورم بالمنظر ده. هختار التكست بوكس الاولاني واختار التكست بوكس التاني، ممكن التكست بوكس الاولاني ده، واختار الكومبو بوكس. هو بيقول لي ان انت عايز تجيب الداتا بتاعته منين، هقول له لا كنسل مش عايز اي حاجه. هو كده برسم الانترفيس الاول يعني. وممكن بقى نصك اكتب هنا يوزر نيم، وهكتب هنا باسورد. وبعد ما عملنا الحاجتين دول هعمل بجيب بوتن بردك كنسل، هكتب هنا لوجن. هصغر بقى الفورم دي كده بالمنظر ده، واظبط طبعا الادوات دي.
ادي اسماء للادوات دي. طبعا هتبقى في اذر النيم. الكومبو ده هسميه عادي كومبو، كومبو يوزر نيم. وهدي التكست بوكس ده تكست باسورد. وهدي ده البوتون ده btn login. بكده بقى انا اديتهم اسماء، اديت المتغيرات. طبعا ابقى عارف الاسماء دي كويس. لو عملت فيو مفيش اي حاجة، طبعا مفيش حاجة في الليست دي، مفيش حاجة اي حاجة شغالة دلوقتي. هنبدأ بقى ان ايه، نكتب ال نكتب الاكواد. اول حاجة هخش على اللوجن. اول حاجة لازم اعمل هنا حاجة، ان انا هربط اسماء الجدول بي دي. فانا عندي هنا في الداتا هقول له الرو سورس، واختار جدول الطلبة، واضيف الستودنت نيم، واضيف الباسورد، الفيلد اللي اسمه باسورد هنا، واسجل على كده. طبعا لما هران كده هيجيب لي النتيجة دي اللي هي الاسماء دي. هسجل واقفل. بقت الكويري دي اللي انا عملتها هي مرتبطة بالده. لو انا شغلت دلوقتي، لو عملت كده ظهر لي بس ده. طبعا ديزاين فيو. هل انا كان ممكن ان انا اخلي الداتا اللي بتظهر دي في الفورمات، اخلي الداتا اللي موجودة في الفورمات هنا كولوم كاونت 2، وكولوم ويتس ده اخليه 2 سنتي، 65 او 56. يبقى انا كتبت هنا 2 و2 سنتي، يعني هنا في الكولوم ويتس. ما هعمل ران دلوقتي واشوف كده جاب لي بقى البيانات دي. طبعا بيانات الفيلد ده وبيانات الفيلد ده موجودين هنا، ظهر لي الاتنين دلوقتي، اللي ما كانوش ظاهرين. مجرد ان انا بس كتبت الابعاد دي بدأ هو يجيب القيم دي. طب لكن انا مش عايز اول واحد، مش عايز التاني ده يبان، فخلاص يبقى هو كده اكتب هنا زيرو. لو كتبت زيرو هنا وعملت فيو فما ظهرش غير واحد بس، لكن الاتنين موجودين، الاتنين موجودين. فهنا اساسا اوريدي في الفورمات بقى اتنين، والتاني موجود يعني، وانا اساسا الكولوم كاونت 2. طب نيجي هنا بقى الباوندد كولوم بردك 2، هما 2 موجودين. يعني انا واخد 2 هتعامل مع 2 اللي هو اللي عاملهم في الكويري. فمجرد بردك ما هعمل فيو مش هيأثر هنا في يبقى الشخص اللي هو بيران الفورم دي مش بيظهر له خالص الايه الداتا اللي هنا. نيجي بقى لدي. لما هعمل انا ران بردك المفروض ان اجي اكتب اي حاجة بتطلع كده الباسورد. طب انا مش عايز الباسورد دي تبان، فبقف عليها واخلي هنا في حاجة اسمها input mask، واخلي الانبوت ماسك ده هو على الباسورد، واقول له next finished. يعني تاني نرجع كده، اجي هنا الانبوت ماسك فيها، واخلي الانبوت ماسك ده هو الباسورد، واسجل وارن. انا اسميها اللوج ان 2 عشان انا عامل واحدة قبل كده، وهرن. وهنا طبعا اي حاجة هتتكتب مش هتبان برمز الاستريك ده. ديزاين فيو هشغل هدور على الفورم بتاعتي اسمها لوج، الفورم اسمها لوج 2. لما اعمل رن هبدأ اكتب اي حاجة هتبان لي بالشكل ده. هختار اي اسم هنا وهعمل لوجن. مفيش لسه كود شغال ديزاين فيو. هعمل اتنين متغيرين، سترينج واحد وسترينج اتنين. سترينج اللي اليوزر نيم هخزن فيه دي، وسترينج وهخزن فيه الباسورد. هكتب الكلام ده فين في الفورم دي، في الايفنت كود بيلدر. هكتب دايم
طب خلاص انا خزنت الاتنين. عايز اجيب بقى السترينج كومب ده. سترينج كومب بيساوي مي المتغير اللي هناك في الفورم اسمه ايه؟ نشوف كده اسمه كومب يوزر نيم. كومب يوزر نيم. والتاني ده اسمه تكست باسورد. طب ده كومب يوزر نيم، فلازم بقى طبعا ابقى حافظ الاسم ده كومب يوزر نيم. يبقى كومب يوزر نيم دوت كولوم. انا عندي كولوم ده فيه كولوم اوف 1 وكولوم اوف 0. انا عندي اوريدي افتح قوس كولوم اوف 1. يبقى انا خزنت في السترنج بتاع الكومب القيمه اللي انا اخترتها اللي هي الباسورد، والسترنج الثاني اللي هي المتغير الثاني اللي هو سترنج باسورد. هروح اجيب النيم بردك يساوي، اعمل لاسك لي دوت فاليو الفاليو اللي موجوده فيه، واعمل مقارنه دلوقتي بين المتغيرين دول باف ستيتمنت. اف سترينج تكست سجل، هقفل ده هرن. لو كتبت مثلا هاني او علي اي حاجه هقفل الفورم دي خالص. لو اخترت اي اسم منى او علي وكتبت الباسورد بتاعتي 123 هيقول لي اوكي. طب لو كتبت باسورد اي باسورد تانية هيقول لي نوت. هو ده اللي انا كنت عايزه، بس عايزين نظبط بقى حبه سيتنج خاصه بالفورم ان هي تبقى مستقله وسنترد وكده. احنا عندنا الفورم دي لما نعملها فيو هنلاقي الفورم واخد الشكل ده. عايزين نشيل النافيجيشن بار ده ونشيل السيبريتور ريكورد سيبريتور ده ونخليها تبقى بوب، يعني ايه تظهر كده ما تبقاش الفورم بالمنظر ده. ده هنغيره منين؟ هنغيره من نقف كده ونظهر البروبرتي شيت واحنا واقفين على الفورم دلوقتي. اول حاجه اخليها بوب، ان انا اخلي البوب اب ده يس. فاول حاجه ما هعمل ران دلوقتي هلاقيها كده بقى شكلها كده. طبعا ده شكلها اوقع يعني واظرف يعني. هرجع تاني للديزاين وبعد كده اجي في الفورمات اخش ادور على النافيجيشنز. او النافيجيشنز بوتون اقول له نو، وفي ريكورد سيبريتور اقول له نو. الاتنين فوق بعضهم ريكورد سيبريتور اقول له نو. كده بقى ساعتها نو no. الاقي ان الحاجات لما اعمل فيو كده هلاقي كده بقى منظرها كده. طب حلو جدا. اسجل اقفل الفورم شغل تاني. ظهرت لي بتسنطره كده في المكان ده، وان انا لو كتبت اخترت مثلا سهى وكتبت باسورد 123 هيقول لي اوكي ديزاين. لو كتبت اي حاجه تاني هيقول لي نوت. طب انا عايز كمان الرسالتين دول يتغيروا، فاعمل ايه في الديزاين فيو؟ لو انا اللوجن مظبوط هيقول لي اللوجن سكسسفول، لو دخلت اي حاجه تانية هيقول لي لوجن ان سكسسفول. ده الكود اهو خدناه بره كده وكبرناه عشان يبقى العمليه سهله بالنسبه لنا. برايفت سب بوتوم لوجن، ده الكود اللي موجود تحت البوتون. بعد كده خدنا اسم الكومبو النيم بتاعه واسم التكست بوكس وساويناهم بالمحتوى بتاع مي كومب يوزر نيم دوت كولوم 1. خدنا الكولوم 1 هو فيه كولوم 0 اللي هو اليوزر نيم، وكولوم 1 اللي هو الباسورد.
هنا بقى خدنا التكست من اداة التكست الباسورد اليوزر دخلها، بعد كده هقارن المتغيرين دول اللي هو السترينج كومب بتاع الكومبو بوكس والسترينج بتاع التكست بوكس، هقارنهم مع بعض بإيف ستيتمنت. لو ده بيساوي ده زين مسج بوكس لوجن سكسسفول، إلس مسج بوكس لوجن انسكسسفول، وإند سب. بكده نبقى خلصنا مثال اللوجن. لو عندك سؤال او استفسار اكتبه تحت الفيديو، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك الاشعارات باستمرار. تابع معانا الفيديوهات القادمة. شكرا، سلام.